السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حلويات للا سعيدة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم كيش عائلي بالدجاج والجبن اللي كيجي خفيف ولذيذ، وبطريقة باش تطيبوه في العجينة والحشوة في نفس الوقت. وقبل ما ندوزوا للمقادير والطريقة، ما تنساوش ديروا ابوني اللي اول مرة كتدخل القناة، وضغطوا على الجرس باش يبقى وصلكم كل جديد. نبقاو دابا مع المقادير والطريقه، فرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. بالنسبه للعجينه كنحتاج هنايا جوج كؤوس ديال العنبه عامرين مزيان ديال الدقيق الابيض، معلقه ديال المطاط، 100 غرام ديال الزبده، بيضه واحده، شويه ديال الملحه، شويه ديال بودره الثوم، شويه ديال السكر سنيده، معلقه كبيره ديال الزيت، ونصف خميره ديال الحلويات. في هذا الاناء كندير جوج كؤوس ديال الدقيق الفرص، كنزيد عليهم بودره الثوم وشويه ديال الملحه ما نكثرش بزاف، ومعلقه صغيره ديال السكر سنيده، ومعلقه كبيره ديال الزيت النباتيه، 100 غرام ديال الزبده، كتكون الزبده بارده مزيان، تكون تخرجوها من الثلاجه، ومعلقه صغيره ديال المطاط. بالنسبه للمطاط حتى هي كتبقى اختياريه. هنايا كندير غير شويه ديال الخميره ديال الحلويات، كنبقى نعجنها بهذه الطريقه هذه كما كتلاحظوا، غير برؤوس الاصابع حتى كتدخل الزبده مزيان في الدقيق. بالنسبه لهاد العجينه ديال الكيش ما كنحتاجوش نعلكوها، غير كنبقاو غير كنجمعوها وصافي على الطريقه هذه كما كتلاحظوا. عاد كنزيد البيضه، وكنشوف هنايا الا خصنا شويه ديال الماء كنزيدو، ما خصنيش ما كنزيدوش. انا خصني هنايا واحد غير قياس واحد المعلقه كبيره. صافي، هنايا كنزيد معلقه كبيره ديال الماء صافي، وكنبقى نجمعو غير على هذه الطريقه هذه، ما كنعلكوش حتى كيتجمع ليا العجينه مزيان، ما يبقاش الدقيق صافي. ونجمعها على هذه الطريقه هذه، وكنديرها في السلوفان، والا كنتي زربانه عليها كديريها في المجمد، ما كنتيش زربانه كان عندك الوقت ديرها غير في الثلاجه واحد ربع ساعه هكاك صافي. دابا انا درتها، كنت زربانه عليها ودرتها في المجمد، كنحل واحد البلاستيكه ونرشها بالدقيق، وكندير العجينه كلها ونعاود نرشها بالدقيق، ونعاود ندير فوقها بلاستيكه اخرى، ونبقى ندلكها بالدلك. كندلكها هنايا على شكل دائري، ونبقى نستعن بالدقيق بشويه بشويه حتى كتدلك ليا مزيان، ونحاول نساويها ما تكونش جهه طالعه وجهه رقيقه وجهه غليظه. حتى كنشكلها دائريه، صافي. دابا هاني ساليتها، شكلتها على شكل دائري. غادي نجيب المول اللي خاص بالكيش، وتقدروا ديروا اي مول عندكم. انا عندي هذا الشكل هذا اللي كتكون هذيك الصفيحه في الوسط كتكون كتهز صافي. ونحاول نلبسو مزيان المول، كنحاول ندخلو في هذوك الجوانب
باش ما يخليش الفراغات ويتنفخ. صافي على الطريقة هذه حتى كيتلبس مزيان المول، وكنحيد هذاك الزائد ديال العجينة، كيبقى لي غير شي شوية وصافي. تقدروا تشكلوه مع شي كيش، تعاودوا تخليوه حتى كتبغيو ديروا شي كيش اخر وتزيدوه مع العجينة غير شي شوية اللي كيبقى كما كتلاحظوا. نحاول نقادو مزيان، صافي حتى تقاد مزيان. هنايا هنا كندهنو شويه بهاد ياغورت طبيعي على الطريقه هذه باش كي ما كتدخلش الحشوه وترغل ليا العجينه. تقدروا تدهنوه بصفر البيض. صافي هنايا ملي كنساليه في الدهن كندخلو المجمد، الا كنتي ما زربانش عليه كتدخليه غير للثلاجه. وهنايا عندي الحشوه، هنايا عندي صدر الدجاج اللي شحرته بشويه الزيت وشويه الملحه، وهنايا عندي البصله حتى هي شللتها، والفلفلات بجوج، الفلفله حمراء والفلفله خضراء، شللتهم حتى هما وشحرتهم شويه الزيت. وعندي الفلفله اللي غادي نزوق بها، وعندي مايزينا نشا الذره، جوج بيضات، اربعه د الفروماجات، شويه د الفروماج الاحمر، وشويه د بودره الثوم، شويه د الابزار، شويه د الملحه، واحد ياغورت طبيعي، وهذيك نصف الخميره اللي بقات ليا من العجينه. هنايا كنخلط الحشوه، كندير جوج بيضات، ونزيد عليهم شويه د الملحه. بالنسبه للملحه ما كنكثرش غير شي شويه وصافي، لان الفرماج مالح. وكنزيد بودره الثوم وشويه د الابزار، قياس معلقه صغيره، نصف معلقه صغيره عفوا، جوج معلقات كبار ديال نشا الذره. وهنا كنزيد ياغورت طبيعي، تقدروا تعوضوه بالكريمه اي القشده الطريه. وكنزيد هنايا الفرماج الاحمر اللي حكيته بالحكاكه رقيقه، وكنزيد هنايا بعض الفرماجات المثلث. وكنخلطهم هنايا بالطراب اليدوي على الطريقه هذه كما كتلاحظوا، حتى كينسجموا العناصر كلهم وكيتطربوا هذوك الفرماجات. صافي ملي كيتخلطوا مزيان كنزيد هنايا البصله والفلفلات بجوج اللي شحرتهم في شويه الزيت، وكنزيد صدر الدجاج. انا ضفت هنايا هذيك نصف خميره غير ما تصورتش ليا، ما عرفتش علاش. راه كندير هنايا نصف خميره ديال الحلويات، هذيك النصف اللي شاط ليا من العجينه. صافي حتى كيتخلطوا مزيان وكيجمد ليا الكيش ديالي على الطريقه هذه. كندير هاد الحشوه في وسط فوق هاد العجينه مباشره، ما كنطيبهاش نص طيبه. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد الطريقه، راه ساهله وبسيطه وسريع. هاد الكيش في ساعه كيطيب. وكنحاول نساوي مزيان هاد الحشوه حتى كتساوى مزيان وتقاد، ما تجيش جهه طالعه وجهه نازله. كنحاول نقادها مزيان. صافي دابا كنبقى نزينها بهاد الفلفلات وهي خضره ما كنشحرهاش. كنشكلهم على شكل دوائر، كتكون الدائره الخضراء هي الكبيره وفي وسطها دائره
فلفله حمراء، تقدروا ديروا الطومات سوغيز. انا هنا لقيت واحد الفلفله صغيره حمراء وانا نقطعها على هذا الشكل هذا، وتقدروا تزينوه باي حاجه بغيتوا، كيبقى هذا الشيء على حسب التزيين وصافي. صافي ودابا غادي ندخلو للفران حتى كيطيب من التحت، ونعاود نشعلو من الفوق حتى كيطيب مزيان، وتكون غير نار متوسطه حتى كيطيب على الخاطر، ما يطيبش بنار مجهده بزاف، حتى يطيب ان شاء الله ونتلاقى معاكم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيش ديالنا، نتمنى انكم تجربوه، راه كيجي رائع، وانتم كتشوفوا كي كيجي، راه كيجي خفيف ولذيذ. غادي نقطعو معاكم تشوفوا كي كيجي، راه كيجي كتجي العجينه مرمله وزوينه ولذيذه بزاف، وحتى الحشوه لذيذه. بالصحه والراحه، في امان الله.